عليكم وحلقة جديدة من إين بوكس على قناة صدى البلد 2. قبل ما نقول لكم أي حاجة، النهاردة هيكون معانا حلقة زينة كتير. هنقول لكم إحنا فين، بس في البداية أنده لصحابي يا زول. شنو اليوم راح يكون مميز؟ هسه هنكون معاكم في السودان وهنتكلم عن عادات وتقاليد وثقافات السودان من خلال فقرات زينة كتير، ولا ايه يا زولة؟ يا زولة. السودان هتبقى ضيفتنا النهارده وهنعرف اكتر رمضان ايه طقوسه وشنو طقوسه وشنو ثقافته في رمضان وغير رمضان. يا مامبو مامبو، ده سوداني مامبو، فعودي وكياني مامبو، ما أجمل ألحاني مامبو مامبو. من أكتر الحلقات القريبة على قلبي، لأن أنا بعشق شعب السودان، والله العظيم بحبهم من قلبي، من أكتر الناس اللي أنا بشوفهم طيبين جدا جدا، ودايما كده بحبهم كده، ودايما بنبقى مع بعض علشان خاطر هم طيبين. ثقافتهم، حضارتهم، تاريخهم، إحنا كلنا مع بعض هنتكلم في إيه النهارده؟ هنشوف النهارده يا مامبو، واتفرجوا بقى علينا وعملوا لنا آد بقى على الانستجرام وعملوا لنا آد على الفيسبوك وكل حاجة. استنونا يا زول، يلا بينا يلا بينا, يلا بينا يا زول. اول ما بيجي بقى كده في دماغكم الشعب السوداني، اوكي بيجي في دماغي إيه؟ يعني انا بيجي في دماغي مثلا ان هم سنانهم بيضه جدا وضحكتهم حلوه جدا. ده حقيقي. انا اول حاجه بتيجي في دماغي الطيبه والهدوء والراحه النفسيه. ها، بحسهم طيبين قوي، وعاداتهم وتقاليدهم زينا كده، تحسهم احنا الاثنين زي بعض. انا مبدئيا بحب السمار، يعني انا بحب السمار قوي، لون بشرتهم فظيع وبحسه مميز بيهم، يعني هم مميزين باللون ده. كمان الحنه بصراحه يعني الحنه طبعا، يعني اول ما بتجيب سيره الحنه بيتقال خلاص انه الحنه دي سوداني، تبقى عارف دي البصمه او دي شهاده الجوده كده والخبره، انه ما دام الحنه سوداني اعرف ان هي اصليه 100%. وزي ما انت قلت بحب ضحكتهم جدا والشطه بتاعتهم. الايه؟ الشطه السوداني. الشطه طبعا. صح. الهريسه. ايوه لا، الهريسه بتاعتنا عندكم. ايوه صح، الهريسه بتاعتكم. بحس ان الشعب السوداني، انا بجد عندي حاله حماس غير طبيعيه وانا بتكلم على الحلقه دي، لان فعلا حلو جدا جدا ان احنا نتكلم مع ناس دايما طول ما هم قاعدين بيتكلموا على شجيتهم جدا، على طبيعتهم جدا، ناس طيبه، ناس كده. صح. وبما اننا بنتكلم عن رمضان ورمضان شهر الاكل والعبادات، هنتكلم عن هندخل مع بعض التكل السوداني، يعني المطبخ السوداني. وهنعرف الاكلات المميزه عندهم هناك، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا. ايه ده اسمه تكل؟ التكل السوداني يعني مطبخ. التكل معنى مطبخ؟ لا، انت عارف اصلا، انت بتقول السوداني حلو قوي، بيقولوا حلو بيطبخ. انا ليا اصحاب سودانيين اصلا، انا بحبهم كمان. هم ليهم كده، انت لما تشوف مكان لابسين فيه اللبس اللي زي بتاعي انا ونوره، او تشم مثلا ريحه بخور، تحس تقول خلاص دول هنا في سودانيين. انا بس عايزه برضو اعرف ناس بقيه الفقرات اللي هتكون معانا النهارده. صح، احنا دخلنا متحمسين على طول وما قلناش فقراتنا. هيكون معانا فقرة مهمة جدا، فيها ولد وبنت سودانيين، وهنعرف بقى منهم أكتر يا ترى إيه شكل رمضان في السودان. شنو شكل رمضان في السودان؟ يعني شنو ولا شنو؟ شنو؟ أنت بتسأليني أنا؟ أنا سألت شنو؟ 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 شنو يعني إزاي؟ إزاي شكل رمضان بيكون موجود في السودان؟ كمان هيبقى معانا ضيفة تانية. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ أنا مستنياها جدا. بالظبط، احنا كنا بنقول ايه؟ يعني السودان مميزه بايه؟ واحنا نعرف السودان بايه؟ الحنه طبعا هي من اكتر الحاجات اللي مشهوره بيها السودان، فهتبقى معانا حنانه يا جماعه. هنرسم حنه النهارده. اسمها حنانه. تابعونا وشوفوا الفقره هتبقى حلوه جدا. ها، ايه تاني؟ اتفضل انت كمل يا حسين. انت معانا مش معنى ان انت قعدت وربعت يبقى خلاص. انا مبسوط جدا. من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، مش بس هنتكلم على الطقوس
اللي بتحصل في رمضان في السودان، وهنتكلم كمان عن العلاقة ما بين مصر والسودان وقد ايه في ناس كتيرة جدا موجود من السودان هنا في مصر علشان خاطر هم بيساعدونا في حاجات واحنا بنساعدهم في حاجات، فبتبقى وين وين سيتويشن، تبادل ثقافات وتوارد خواطر ما بيننا بشكل غير طبيعي. بالظبط. ويمكن كمان فكرة او تفاصيل الشعب السوداني هي مش غايبة عننا، احنا بنشوفها في كل الشوارع تقريبا، وفي اماكن هنا في مصر بيكون معروف فيها تجمعات الناس السودانيين اللي عايشين معانا زي حدائق المعادي وزي عين شمس. عابدين، عابدين كمان. بالظبط بالظبط، بيبقى فيها ناس كتير جدا. السودان اصلا يا جماعه، السودان بلد عريق جدا، وقدرت ان هي تستقل سنه 1956 عن بريطانيا. وطبعا قبل انقسام السودان كانت السودان تعتبر اكبر دوله افريقيه. كمان جواها ثقافات وتقاليد وحاجات كتير جدا، يعني لما تيجي تبص تلاقي 600 قبيله بيسكن في السودان 40 مليون نسمة، ففي تلاقي ثقافات عديدة وحاجات حلوة كتير جدا جدا جدا. ده حقيقي. كمان هم يعني محتفظين بالفولكلور بتاعهم وتاريخهم والحاجات القديمة، وبقوا بينقلوها للأجيال الجديدة. يعني صح. حتى الحواديت اللي احنا كنا بنسمعها من جداتنا زمان، هم لحد دلوقتي بيعملوا ده وبيحكوا لأطفالهم الحواديت علشان يرسخوا في ذهونهم. الله، ذهونهم. أذهانهم. أذهانهم. في إيه؟ في إيه يا سول؟ ان هم يبقوا فاكرين حتى الاطفال زون زون زون. والله قلت له زون، سمعتوني غلط، في ايه يا جماعه؟ كملي كملي كملي. بس فالاطفال عندهم هم مهم جدا بالنسبه لهم ان هم يخلوا يحكوا لهم على طول الفولكلور والحاجات القديمه زي عندنا واللي هي الجدات، لان هم بيعلموهم في القصص والحواديت دي ازاي الطفل يبقى شاطر، والطفل الشقي لما بيحكوا له القصص والحواديت دي بيعدلوا له سلوكه، ان هو الشقي بيحصل له حاجه وحشه. صح. الحاجات دي كلها، فبيعلموا الطفل ازاي ان هو يطلع كويس وطيب. ده حقيقي. طب يا جماعه، انا بقى النهارده عايز اقول لكم على شويه كلمات اتعلمناها منهم علشان من السودانيين، يعني علشان طول ما احنا قاعدين كده نفضل نقولها. هسي هسه هسه. لا انت يعني مش انا اللي هعلمكم الكلمات، هم اللي هسه يعني حالا دلوقتي. هسه يعني دلوقتي. هسه يعني دلوقتي. شنو شنو يعني ازاي شنو الدكل يعني المطبخ. استني بس، زينه يعني حلوه، حلوه كتير، حلوه جدا، حلوه قوي. شنو يعني ازاي؟ ايه تاني ما تقولوا كلام معايا؟ الدكل يعني قلنا المطبخ. الدكل يعني المطبخ. زول يعني صديق اعتقد. لا، هو الزول بقى اصلا يا جماعه الناس او الشخص. لا، الزول اصلا يا جماعه هو ده اللي معروف عليه ان هو الصديق، لكن الزول في اللغه العربيه الفصحى هو الذكي والفطن. شفتي الشجاع؟ لا، هو بيذاكر مع الله عليك. الشجاع ده في القاموس عن لسان العرب. أيوة. يعني وفي القاموس المعجم اللغه العربيه. لا انا بس معجبه باللي انت بتقوله. ربنا جدا بصراحه طلع بيذاكر من ورانا. أيوة. انتوا عارفين اصلا ان كل الكلمات دي هي في شويه كلمات بس انا بحس ان هي مختلفه، بس انا حاسه ان هما بيتكلموا تقريبا نفس اللهجه المصريه. انا بحس ان هما زينا يا رحمه، بس اسرع شويه. اسرع وعندهم لكنه معينه، وفي شويه كلمات مختلفه بس احنا بنفهمها. هي السودان تقريبا فوق اسوان صح؟ هي بمناسبه الكلمات المختلفه اللي هي رحمه بتتكلم عنها، في كلام بنعتبره سوداني، هو اصلا الكلام ده كله اغلبه في اللغه العربيه الفصحى. يعني هو مش كلام غريب، لا هو موجود في اللغه العربيه، بس احنا عشان مش متعمقين قوي في اللغه العربيه الفصحى فما بنبقاش فاهمين ان ده عربي. كمان برضو من حسام ما تشاركنا في الحلقه. انا في حاله استمتاع. ما تشاركنا في الحلقه. انا مستني حنانه. انا مستني حنانه ومستني هتعمل حنه؟ انا هعمل انا بقى هرسم هعمل لكم مفاجأة. والله هعمل لكم مفاجأة. طيب، يمكن برضو من أكتر الحاجات اللي بتميز السودان أو الشعب السوداني الحرف اليدوية. بيعملوا حاجات بإيديهم بتبقى حلوة جدا، زي مثلا السلال، الحاجات اللي هي بتبقى معمولة بالسعف بتاع النخيل، الحاجات دي كلها. كمان البنات بتعرف إزاي إن هي تعمل مستحضرات التجميل، العطور في البيت. العطور. الله. البخور كمان. عرفت مين اللي بيذاكر من ورانا؟ ايوه، انا مكتوب في السكريبت على فكره. في عندك الدلكه السوداني ليها تكنيك. يعني ايه الدلكه؟ الدلكه زي تكييس. هم من اكتر الناس، انا ده اللي انا عارفه، يعني ان هم من اكتر الناس بالذات البنات بيهتموا جدا 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 بالعنايه الشخصيه بالبشره. كمان طبعا بيهتموا بالعنايه الشخصيه وبشرتهم، وهم يعني من اعتقد ان هم من اوائل الناس اللي ابتدعوا القهوه لما بتيجي تستخدم على البشره.
الحنة على الوش، الدلكة، الحمامات عندهم بتبقى بيقعدوا بالافراح، بيقعدوا يعملوا بالثلاث واربع ايام الافراح. نفسي قوي احضر فرح سوداني. لا احنا نحضر فرحك انت، نعمله لك في ثلاث ايام بقى ان شاء الله. بقول لك بيقعدوا يا نوره ثلاث ايام فعلا، فرح واكل وشرب وكل الحاجات، بحسهم ما بيناموش، عندهم بهجه، بيدوا لك بهجه كده، في سعاده طول الوقت. هو التراث السوداني عامه او الثقافي بتاعهم، هو تلاقي على طول طول الوقت رقص والمزيكا بتاعتهم والطبول والحاجات دي، هم فعلا بيصدروا ودمهم خفيف جدا. ده حقيقي. ومعروف معروف اصلا ان مصر والسودان في روابط قويه ما بينهم جدا، سواء في الجغرافيا او في التاريخ. يعني لو جينا نبص على التاريخ حتى تلاقي الفراعنه من زمان عارفين ان دي ارض واحده، وان الحياه جايه من السودان. ده في اعتقاد الفراعنه زمان. وطبعا لو هنتكلم بقى ان احنا عندنا نيل واحد، يعني كلنا بنشرب من ميه واحده يا جماعه، عشان كده تلاقينا روحنا قريبه من بعض. لما بنيجي اخوات، تحس ان مصر والسودان اخوات. بالظبط. طبعا بنيجي نتكلم مع بعض، وتونس ومصر اخوات طبعا، هم كل البلاد العربيه. كل البلاد العربيه اخوات. ده حقيقي. لما تيجي تتكلمي معاهم تحس ان انت لما تتعرفي على حد تلاقي تعرفتوا على بعض بسرعه، خدتوا على بعض بسرعه. شكل البيوت تلاقي شكل البيوت مميز شبه بعض، الناس طيبتهم وطريقتهم وعاداتهم تحسهم قريبين مننا. شايفين الصور عامل ازاي؟ الله. لا لزاز بيرقص، بترقص زيهم بالظبط يا عامر لما دخلت. برافو عليك. مش بقول لك بيذاكر مولانا؟ والله على فكره يا جماعه انا يعني عشان ممثل فبعرف اعمل. انتوا عارفين ان 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 تكمله بس على كلام، تكمله لكلام عامر، ان العلاقه من زمان قويه بين المصريين والسودان، وكان حتى المصريين القدامى بيقولوا على السودان تنهاسو. تنهاسو اللي معناها ارض الله. ارض الله بالظبط. وحتى السودانيين نفسهم ايه عايز. انا مستنيكي كمان كده الف حاجه. لا انت عايز تقول حاجه. انا نفسي اقول حاجه. انا عايز اقول لكم ان السودان عندهم اما بيشوفوا الرؤيه ان رمضان هيبقى بكره، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندهم حاجه اسمها زفه. الزفه دي اللي هي الناس كلها بتبتدي تخرج في الشوارع وبتبتدي تحتفل بهلال شهر رمضان، وان رمضان هل علينا. ودي حاجه من الانواع اللي هي بيبقى فيها فيري بوزيتيف انرجي، او الطاقه الايجابيه جدا، ان هو اول ما بيسمعوا ان رمضان جه هل عليهم بيبتدوا كلهم يخرجوا مع بعض، كله مع في بعض في مسيره وبيبتدوا يبقوا مبسوطين جدا 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 وبيعلنوا عن فرحتهم. صح. يمكن في اختلافات هتلاقيها مثلا ممكن في الاكل او الشرب عندنا هنا عن السودان، ولكن الشوارع او الاجواء نفسها بتلاقيها متقاربه جدا او متشابهه جدا. عايزه اقول لك ان انا يعني النهارده قبل الحلقه قاعده بشوف كده فيديوز لاجواء رمضان في السودان، فلقيت فعلا شكل الشوارع زي عندنا. الجوامع نفسها عاملين زينه عليها زي عندنا. شكل الناس وهي خارجه او وقت الفطار او يعني احنا هنتكلم اكتر عن وقت الفطار بالظبط، ولكن شكل فعلا الناس في الشوارع وطقوسهم شبه المصريين جدا. ده حقيقي. انت عارفه ان اساسا عندهم المسحراتي زينا؟ يعني انا عرفت ان في رئيس، بيبقى رئيس الحي بيختار شباب، او الشباب هم اللي بيتبرعوا بده، وان هم بيبقوا عندهم مسحرات. يعني طبعا في عادات وتقاليد ما بين البلاد كلها، بس المسحراتي ده دايما بيبقى معروف انه في مصر، لا موجود كمان هناك في السودان. فده حلو قوي. وكمان معانا هناك يعني الفطار في عاده قديمه جدا هناك بتتعمل، اللي هي ايه بقى؟ تلاقي الناس مثلا ماشيين في الشارع بيوقفوهم، هم مش قطاع طرق ولا اي حاجه، بالعكس على الطريق، بيوقفوهم علشان يخلوهم يفطروا. الله اهو بيخلوهم يفطروا طبعا يا جماعه. وسواء بقى انت اجنبي مش موجود مش من البلد، او سواء ايه ديانتك، انت هتقف وهتاكل. وعادات وتقاليد طيبه جدا يا جماعه. يعني احنا عندنا مثلا اللي شبه كده، اللي هو الناس اللي بتوقفك وقت الفطار عشان يديك تمر او حاجه تشربها، او يعني بس هناك بيوقفوكي بقى، بيوقفوكي هنا تقفي هتقفي. هنا تقف تاكل. تحفه. هم طبعا اهل كرم. و طب انا عايز اسالكم سؤال، هو انتوا النهارده اكلتوا، حد فيكم جرب اي اكله سوداني؟ يعني انا ما اعرفش اكله. انت عايز تشوف اكل سوداني؟ عايز ادوق. معانا تقرير. معانا تقرير؟ معانا تقرير اكل سوداني. سو انجوي يا جماعه، شوف التقرير ونرجع تاني.
المطبخ السوداني اتأثر بالمطبخ طبعا المصري. اول حاجه عندنا الواكه والحاجات الكثيره المشتركه بيناتنا، والمطبخ الاثيوبي يعني بيجينا نحب الاكل سبايسي اكثر، وبنعمل الاكلات الاثيوبيه وبنفهم فيها كويس يعني. والمطبخ اليمني يعني دايما بنحب نعمل الكبسه والمندي والمدفون، دايما يعني بنستعمل حاجات يعني سبايسي شويه، بنحب الاكل السبايسي وبنحب الحاجات اللي تكون حادقه شويه يعني. بالنسبه للسلطات وكل حاجه بنحب اللي يعني حاجات مالحه ومحدقه كده شويه ومشططه كده شويه. طبعا في رمضان دايما الاكل يعني مزاجه بيختلف، وحتى يعني الصينيه عندنا الصينيه يعني مش السفره بتختلف يعني بمكوناتها بالحاجات اللي فيها يعني بتكون متنوعه. عندنا من اشهر يعني الاكلات في رمضان ونحن بنحبها اللي هي العصيده. العصيده دي هي تخينه شويه كده، بتتعمل بدقيق فينو على دقيق زيرو يعني مع بعض، وبتطبق على النار وتتحط في قالب لحد ما تبرد وتنقلب، بتبقى يعني شبه الكاستر كده او الجالي وكده. فدي بتتاكل دايما بالويكه، فدي من الاطباق طبعا المحببه في رمضان، مش بالنسبه لكل السودانيين، بالنسبه لكل الاجانب اللي بيجوا يعني بيفطروا عندنا، وبالنسبه لكل المصريين بيحبوها جدا لانه خفيفه على المعده وبعدين محدقه شويه. السلطه الاسود اللي هي سلطه الباذنجان، بس نحن بنعملها بطريقه شويه مختلفه. بنعمل عليها زبده الفول السوداني، وبنعمل عليها عصير ليمون، وبنعمل عليها ثوم وفلفل. عندنا لحمه الصاج وشيه الجمر. لحمه الصاج دي هي عليها بصل، اللحمه مقطعه مكعبات صغيره وعليها بهارات سودانيه اللي هي كزبره وفلفل وثوم، وعليها بصل وعليها قوطه، بتتعمل على الصاج معاها شويه زيت. دي اللي هي لحمة الصاج، بتتعمل ناشفة يعني مش عليها صوص. العيش السوداني بتميز انه بس سميك شوية عليه، يعني لب جوا يعني سميكة من جوا الطبقة بتاعته، هو دقيق عادي دقيق بتاع يعني فينو، وعليه حبة خميرة وباكنج بودر وحبة ملح، وبتعمل يعني عادي. وعندنا انواع كتيرة من العيش السوداني اللي هي القراصة. القراصة هي دقيق عليها خميرة وعليها شوية باكنج بودر وملح، بتضرب وبتعمل على الصاج اللي هي زي الرغيف الشمس. وعندنا الكسرة، الكسرة دي شبه الرقاق، زي الرقاق بس طرية شوية، كمان بتتأخذ بالويكة اللي هي بتتأخذ بالتقلية وعليها النعيمية أو الروب الرايب، ملح الروب الأبيض. ده من أجمل الأكلات السودانية وشخصيا أنا بحبها، ومن أشهر المشاريب في شهر رمضان الكريم. دايما السودانيين بيحبوا عصير الحلمور. عصير الحلمور ده طبعا عبارة عن يعني خليط من حاجات كتيرة يعني بهارات ودقيق، يعني بتعمل زي العصيدة زي ما شرحت قبل. العصيدة بهارات ودقيق بتخلط مع بعضه وبتعمل زي العصيدة، بتنقط على النار بعديه بيجي تحلى بعصير الكركديه، وبعديه كمان بتعز على الصاج ويتحط كده ينشف شوية ويتطبق ونجي نبله وبنعمله عصير. دي من أشهر العصاير السودانية في شهر رمضان وكل السودانيين بيحبوها. وتاني عصير العرديب اللي هو التمر هندي. المشروبات السخنة عندنا في السودان الشاي الأحمر والقهوة اللي هي الجبن، وأهم حاجة عندنا الجبنة دي يعني حلوة قوي، بتكون فيها اللمة مع الأهل أو الصحبات. القهوة عبارة عن بن بنقليه وبنطحنه وبنزيد عليه بهارات، جنزبيل وقرفة وهبهان، وفي ناس بيحبوها بالقرنفل، وفي ناس بيشربوها بن سادة يعني. ولسه مكملين في إن بوكس بالسوداني. يمكن زي ما شفنا كده المائدة السودانية في رمضان بتبقى مليانة أكلات حلوة قوي. الويكا يمكن دي برضو عندنا هنا موجودة أكتر. لا بس الويكا عندنا غير عندهم، غير أكيد عندهم بالضبط. يعني احنا شفنا في التقرير أنه الطريقة بتكون مختلفة، والبهارات السوداني والحاجات دي، العصيدة، الحلو مر، في حاجات كده شوية أكلات دي بتكون مميزة أكتر في رمضان. ولكن يمكن التقرير ما ظهرش المائدة نفسها أو شكل المائدة نفسها بتاعتهم، هي بتكون عبارة عن سعف النخيل وبتكون عبارة عن حاجة مستطيلة، وكلنا كده إيه بنقعد ونتلم حواليها وناكل الأكل الحلو ده. تحفة. طب يعني يا جماعة راعوا إن إحنا صايمين يعني، ما تيجوا ندوق صحيح. يا ريت. على فكره دي من اكتر الحاجات اللي بتميزهم اللمه، يعني هم حتى في رمضان الرجاله بتاعتهم بينزلوا يفطروا. دي حاجه مميزه عندهم هم يا رحمه. ده حقيقي.
فعلا بينزلوا يفطروا في ميدان ولا في شارع كلهم وبيفطروا مع بعض. يعني اللمة يعني مهمة بالنسبة لهم قوي في رمضان. كل حد كمان بيبقى خارج من بيته ومعاه الأكل، يعني هو معاه الفطار بتاعه، وحتى لو مش يعني ما فيش حد متفق معاه أو ما فيش حد هو نازل يفطر معاه، هو بياخد الفطار وبينزل يقعد في الشارع يستنى أي حد معدي إن هم بيفطروا سوا. حتى الكلام ده بيحصل برضو هنا، يعني في أي حتة فيها سودانيين عايشين مع بعض بيحاولوا يدوروا على أقرب مكان ممكن يتجمعوا فيه وبينزلوا يفطروا سوا. هم بيحبوا فكرة اللمة جدا والفطار مع بعض. عادات وتقاليد في كل القرى وحتى الأماكن زي الخرطوم يعني عاصمة والكلام ده، تلاقي حتى القصور حتى البيوت العادية لازم بيعملوا لازم يطلع فرد من الـ من الـ من العيلة دي كلها الفطار. فرد معاه صحن كبير، الصحن الكبير ده يأكل أي حد في الشارع. انت متخيله بيبقوا يعني عندهم كرم مش طبيعي. بص شكل الفطار ما شاء الله. انا اكتر حاجه عجباني يا جماعه والقعده على الارض دي ملهاش حل. انا اكتر حاجه عجباني ان احنا عندنا في بص موقفين الطريق ازاي، يعني هم موقفين انت هتاكل هتاكل انت مضطهد يا حسام. طب بقول لكم ايه اكتر حاجه عجباني؟ ايوه ان احنا عندنا هنا في مصر بيبقى في مائده رحمن. مائده رحمن دي فعلا بتبقى موجوده، بس بتبقى موجوده للناس الغير مقتدره، انما هناك الحلو اللي في الموضوع ان هو مقتدر او غير مقتدر اتس عاده او تراديشن، فبالتالي كل الناس بتكلم فيها. انت عارف كمان ان اهل السودان بيجوا مصر ليه؟ يعني اهل السودان بيجوا مصر علشان يدرسوا او عشان يتعالجوا. طبعا في ناس كتير جدا ما تعرفش او مش معروف الاحصائيه للسودانيين عندنا قد ايه، بس هي تقدر ب 2 مليون علشان 2 مليون نسمه علشان كده. وكانوا اكتر من كده على فكره قبل ما يحصل اللي حصل في السودان، يعني ان هي تنقسم كان اكتر من كده كتير. بالظبط ده اخر حاجه احنا عارفينها ان هو 2 مليون، وده هيبقى يعني ده يمكن هو اللي مخلينا حاسين ان احنا قريبين وان احنا كلنا واحد وان احنا مفيش اختلافات ما بيننا خالص. طيب نيجي بقى للفقرة المميزة، هي مش فقرة مميزة، نيجي بقى نبتدي بقى نسأل أكتر ناس سودانية عن العادات التقاليد رمضان الثقافة الأكلات بتاعتهم الحاجات بتاعتهم. معانا ضيفين هيبقوا مشرفينا في إن بوكس بالسوداني. معانا مين؟ معانا ممثلة سودانية شابة اسمها رماز حامد، ومعانا شاب سوداني اسمه عبد الله أدروب. أنا بقى عبد الله هرقص لكم معايا الرقصة السوداني، ورماز هتخليها تقول لي على العادات والتقاليد. استنونا بعد الفاصل.